الله يرحم ابراهيمك. ما سمعت الحديث اللي عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انا شفته، انا سمعته في حلقات العلم وشفته له الحين ثالث سنه. يقول لك ومن يعيش منكم يشوف اختلاف كثير، ومن يعيش منكم يشوف شيء في غير وقته، والثالثه والله اني نسيتها. سبحان الله شفتها خلاص هذه موجوده. انت تبغى المطاف ولا المصليات؟ لا المطاف. المطاف ايوه، بس الدرج لو وصلتني الدرج خلاص. لا لا بشر ما يهمك، انا عاد امشي على مهلي وانزل وجزاك الله خير. الله يعطيك العافية. والله يوفقك. فين ساكن؟ أنا في بحرة. في بحرة؟ جماعتي كمان عندك في بحرة. ما شاء الله. سلمان وعياله كلهم بنوا في بحرة. ما شاء الله. لابك تنصحني يا عم نصيحة بخبرتك في السنين. نصيحة في الحياة. أنصحك بنصيحة إنك تجم الصبر على السراء والضراء. هذه نصيحة. يا عم؟ الصبر، التزم الصبر على السراء والضراء. إذا صبرت إن كان خير زادك، وإن كان شر زاد يبدل لك بأحسن. الله بأحسن من كده. الله يجزاه خير. الصبر التزم الصبر والأخلاق. الأخلاق لأي واحد، للي تعرفه واللي ما تعرفه، هذا أحسن شيء الأخلاق. الدنيا فانية وكل من عليها فان، لا يبقى إلا وجه الله ذا الجلال والإكرام. أنا يا ولدي لا أقرأ ولا أكتب، لكني الحمد لله حصلت خير من حلقات العلم. صادق هيا خلاص. لا 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 بوديك لأنت حتى لا 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 والله خلاص. الله يوفقك. الله يجزاك الله خير. أنت الله يجزاك وسلم لي على أخويا.